وسهلا شرفتوا اتفضلوا ده انتوا انستوا مطرحكوا ده وكمان بيتكوا يسعى من الاحباب ملايين يا ما تغيبش تاني عن البلد. تحت شعار من انسان لانسان، مؤسسة حياة كريمة أطلقت مبادرة جديدة لدعم الأشقاء في فلسطين بمشاركة طلاب المدارس والجامعات لتجهيز المزيد من المواد الإغاثية والمساعدات الموجهة لقطاع غزة، وده تكثيفاً لدورها الإغاثي والإنساني عقب انتهائها من إيصال المرحلة الأولى من قوافل المساعدات لأهالينا في غزة، واستعداداً لتجهيز المرحلة الثانية من القوافل الإغاثية. حبينا نحسسهم ان هم ليهم دور وان هم بيقدروا يعملوا حاجة، بيتساهموا في تخفيف حزن ووجع ممكن يكون ولاد واطفال زيهم يعني حاسينه. الولاد من امبارح للنهاردة كانوا نازلين عشان يتعرفوا على المؤسسة، يعرفوا اهدافها، نشأت ازاي ان هي من اولها لاخرها كانت بداية من بدايات طاقة الشباب، من اول الفكرة لحد التنفيذ ولحد دلوقتي. بنعرفهم بقضية فلسطين، بنعرفهم بالأمن القومي المصري، كمان مهم قوي فكرة التطوع، المسؤولية المجتمعية. المرحلة الأولى من المبادرة بتركز على مشاركة الأطفال في تجهيز المساعدات الموجهة لفلسطين، وتأتي تحت شعار من طفل لطفل، بهدف رفع التوعية لدى الأطفال والنشأ حول أهمية القضية الفلسطينية ودور مصر القيادي في دعمها على مر التاريخ. وعشان كده بيتم استقبال طلاب المدارس بكافة أنواعها الحكومية والخاصة والدولية وبشكل يومي في المقر الرئيسي لمشاركة الطلاب في عمليات التجهيز مع متطوعي المؤسسة. فخور إن أنا سعيد بحاجة زي دي وهتوصل لإخواتنا الفلسطينيين، ويا رب ما تكونش آخر مرة أجي هنا. حابة جدا إن أنا أكون هنا وأقدر أتعلم حاجات جديدة وخبرات جديدة أقدر أقولها للناس اللي معايا في المدرسة. مبسوطة قوي إن إحنا مساعدين، يعني بنساعد إخواتنا في غزة، إن إحنا نتطوع ونساعدهم في كل احتياجاتهم اللي محتاجينها في الحالة اللي هم فيها. استفدت إن أنا عرفت أكتر عن حياة كريمة، وإن أنا ابتديت أعرف أكتر عن العمل التطوعي وإزاي إن أنا أقدر أساعد أشقائنا في فلسطين. وإحساس إن أنا أبقى في حياة كريمة بساعد ناس إخواتنا في غزة يعني إحساس حلو. فخر كبير ان احنا بنساعد اهلنا في فلسطين حتى لو بشيء بسيط. يعني مبسوط جدا انا اصلا بساعد في حاجه زي كده حتى لو مساعده صغيره جدا. حاسه بافتخار ان انا جيت هنا وان انا بتطوع لاهلنا في فلسطين. احساس حلو قوي وانت بتعمل حاجه انت عارف ان هي هتروح لناس بجد محتاجينها جدا. اللي احنا شايفينه ده بيعكس ايمان مؤسسه حياه كريمه بضروره توجيه كافه اوجه الدعم للقضيه الفلسطينيه بشتى الطرق الممكنه، وبمشاركة جميع فئات المجتمع المصري وخاصة طلاب المدارس والجامعات، وكمان انطلاقا من دورها التنموي والمجتمعي من أجل إعلاء قيم المشاركة والتطوع بين الشباب. حياة كريمة في البلد.